في الوقت اللي بيواجه فيه العالم مشاكل وصعوبات يومية وبتزداد طبعا مع انتشار وباء كورونا، لكن على الصعيد النفسي وغيره أطل مسلسل درامي قصير وخفيف بيعتمد على فكرة البلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء، وبيركز على النوع ده من المشاكل النفسية وبينشر الوعي الصحي حولها. بالفعل خلال أيامنا هذه في أشخاص بيخجلوا من التحدث عن بعض الموضوعات الحساسة أو حتى من طرح الأسئلة حولها. مسلسل طبابة هو مسلسل اجتماعي أردني بيتم نشره على فيسبوك، بيطرح موضوعات اجتماعية حساسة ولكن بأسلوب خفيف وأبعاد مدروسة علشان يقدم الوعي الصحي حول قضايا زي الصحة النفسية، العنف، التنمر، الأم العذباء وغيرها. وين سرحت؟ صباح الخير حبيبي، تسوي لي قهوة؟ ما رح يزبط عشان يمطلقه. انت شايفني قاعد بلا شغل؟ يابا اليوم الباص متجاوز. ما تعنيش. لا احترم حالك، رح نرجع لصاحبه صح؟ فضحتينا قدام الناس. ماما انا مش قادر اكمل. ماما انا متاكده ومؤمنه انك تقدر. عمرك سألت حالك كيف البنات بيشوفوا المتحرشين أشكالك؟ بنرحب بضيفنا في هذه الفقرة من عمان الفنان الأردني أحمد سرور. أحمد مساء الخير وأهلا بك. مسلسل طبابة هو مسلسل مختلف بيعالج كمان قضايا ربما حساسة، كلمنا أكثر عن المسلسل القصير وأبعاده، ليه اخترتم كمان هذا الاسم، اسم طبابة كمسلسل؟ بداية مساء النور وشكرا جزيلا على هاي الاستضافة، ودائما انتم موجودين وعم تدعموا كل المشاريع اللي موجودة اللي بيقدموها الشباب. مشروع طبابة هو مشروع قائمين عليه احمد ابو كوش كمقدم وممثل رئيسي وبروديوسر للعمل، سليم نقل وانور المجالي من كور كونسلتنت وهي الشركة المنتجة، واحمد سمارة في الاخراج والكتابة. وطبابة هو كان اللقاء الاول بين الناس والمركز الطبي، كان هذا البرنامج بالنسبة لنا هو الطريقة اللي ممكن نوجه الاهتمام على مجموعة من القضايا، إما اللي بتم معالجتها أحيانا بشكل سطحي أو التي يبتعد عنها صناع المحتوى بشكل أو بآخر لأنه يمكن هي مش داخل ضمن الترند الأسبوعي أو الترند الشهري. فكان في عنا 8 حلقات نشرناهم على صفحاتنا المختلفة على يوتيوب، على فيسبوك، على انستغرام باسم موزايك الصفحة طبعا. نشرنا 8 مواضيع مختلفة زي ما حكيتي، بين التحرش والأم العزباء والعنف ضد الحيوانات، التنمر المنتشر الاكتئاب. مثلا بين الناس، الاكتئاب أو مش الاكتئاب، خلينا نحكي عن الاضطرابات النفسية أكثر، لأنه واحدة من الشغلات اللي كانت بطبابة وهذا يعني كان أساس بالنسبة لنا أنه النص كتب باستشارة مختصين، فهو احنا ما حكينا عن الاكتئاب او عن التوحد او عن مرض معين، احنا حكينا عن الاضطرابات خلينا نحكي بشكل او باخر، وكنا دائما بنحدد انه تحدثوا او تواصلوا مع مختص. اختيار موضوعات حساسة احمد وتأديتها كممثل، ايه كان التحدي الاكبر بالنسبة لك؟ لانه ممكن تكون انت يعني بتعرض لشخصيات او لازمات نفسية مواقف هي بالفعل موجودة وبنعيشها في المجتمع. هو فعليا يعني ممكن أبلش أنا من جملة دائما بحكيها مخرجنا وكاتب النص أحمد سمارة، اللي كان عم بيحكي علينا أن نصنع صورة ومحتوى قادر على أنه يخلي الناس أنها تتفرج عليه للآخر. يعني لازم نكسب أنه أحيانا المواضيع التوعوية أو المواضيع اللي بتحاولي دائما فيها تعالجي قضايا للأسف ممكن تأخذ الجانب التنظيري أو جانب الكلام بشكل خلينا نحكي نرجسي أو مثقف، كأنه أنت عم تعطي معلومة للآخر، وهذا الشيء حاولنا نبعد عنه. حاولنا نصنع للمتفرج مادة فيلمية يقدر أنه يستمتع وعم بيحضرها، وبنفس الوقت نوعي ونطور ونركز على القضايا. دوري كممثل أنا وزميلي وشريكي أحمد أبو كوش كنا دائما عم نحاول الشخصيات نلعبها
بشكل متماهي بيننا مع بعض بنفس الإيقاع بنفس الأداء حتى دائما يضل جملنا يعني واضحة جدا في مكانها وبأداء ما يشتت المتفرج عن الحلقة حتى لو رسمنا على وجهه ابتسامة أو كان حزين أو دمع بحسب موضوع الحلقة بس كنا عم نحاول دائما نضل كممثلين إيقاع خلينا نحكي متقن طبعا بالعمل مع المخرج بأنه دائما لازم حواراتنا تكون بالضبط في مكانها. طيب المسلسل حقق تخطى حاجز المليون مشاهدة على فيسبوك، أولا هل ده كان مفاجأة بالنسبة لكم؟ هل كنتوا متوقعين نسبة مشاهدة كبيرة للمسلسل؟ يعني أنتوا الهدف منه كان التوعية وكان يعني مسلسل هادف نقدر نقول يعني بين قوسين، وإيه سبب التفاعل صحيح. ده من وجهة نظرك؟ هلا مبدئيا فعليا احنا تخطينا على فيسبوك حاجز 10 مليون مشاهدة وهذا بالنسبة لنا كان يعني كنا متوقعين انه يكون في مشاهدات، ما توقعنا هذا العدد لانه كمان الناس غمرتنا بلطفها والناس غمرتنا بدعمها وغمرتنا بحب كبير جدا لدرجة انه دائما حتى لو بتفوتي على الحلقات على صفحة موزايك تشوفي الحلقات دائما عندنا عدد الشير اكثر من عدد التعليقات، وهذا شيء كان شوي بالنسبة لنا غريب عجيب. ودائما كنا انا وانور وسليم وابو كوش وسمارة كفريق عمل دائما نحاول نحط هيك مثلا تحليلاتنا انه هاي الحلقة راح يتداولوها الناس مش راح يتداولوها الناس، شو كان راح يكون رايهم، نقرا كل التعليقات وبنشوفها. فعليا كان في معادلة جميلة جدا، احنا قدمنا للمشاهد شيء يستحق انه يحضره، قدمنا له شيء لانه احنا بنحترمه، قدمنا له شيء على مستوى النص وعلى مستوى الصورة مصنوع جدا، والحمد لله الحمد لله الناس حبت هذا الشيء وهي اللي نشرته، فدعم الناس كان جميل جدا وفاجأنا، وان شاء الله يا رب في القادم اذا كان في موسم ثاني من طبابة برضو الناس توقف معنا بهذه الطريقة. ودي نقطة مهمة لانه انت ذكرت التعليقات احمد، ايه كانت ابرز التعليقات اللي جت لكم على المسلسل؟ التعليقات اللي انت قرأتها كانت ايه التعليقات اللي بتجي لكم؟ هل كلها كانت تعليقات ايجابية ولا كان بيجي لكم بعض التعليقات السلبية؟ لو تقدر تشاركنا فيها يعني. طبعا هلا لا يخلو الامر من التعليقات السلبيه اكيد، ولكن نسبتها بنقدر نحكي في طبابه، وهذا كان شيء شوي غريب بالنسبه لنا خاصه انه مواقع التواصل الاجتماعي دائما تعج بالافكار الغريبه. كان في عندنا 5% تعليقات، 10% تعليقات سلبيه، و90% كانت تعليقات ايجابيه جدا. الناس صارت عم تطلب منا مواضيع نقدمها، صاروا عم يطلبوا منا نحكي عن هذا الموضوع وعن هذا المحور وعن هذا وعن هاي الإشكالية وعن هاي الظاهرة، صاروا عم بيتحولوا فعليا لشركاء معانا، الناس صاروا عم بيحاولوا دائما انهم يقارنوا بين الحلقات بالنص المحتوى. طيب. الكلام اللي صار وهذا كان شيء جميل جدا، اكيد مشجع يعني اليوم عم نتعامل عم نتعامل أكتر مع شركاء أكتر منهم متابعين ومتفرجين. طيب أنا عشان وقتي للأسف قرب ينتهي يا أحمد، عايز أسألك في أكتر من نقطة، من ضمنها أنتوا اخترتم المسلسل يتذاع على السوشيال ميديا مش الطريقة التقليدية التلفزيون، ليه؟ صراحة هذا موضوع يعني بتعرفي صناعة خاصة أنه هذا شيء جديد، يعني هذا النوع من الأعمال جديد جدا، والمشكلة دائما أنت لما تحكي عن التلفزيونات أو عن المنصات الأخرى دائما في عندها قوانينها أو عندها تجاربها الخاصة. طبابة كان تجربة فريدة من نوعه، أنه أنت كيف ممكن تصنع محتوى توعوي ومحتوى هدفه التطوير ومحتوى هدفه الوقوف مع الناس أو مع الأشخاص اللي صوتهم مش عم بيوصل، وبنفس الوقت تحافظ على المعايير الفنية القادرة على استقطاب أكبر عدد من المشاهدين من خلال صناعة محتوى فني وقادر بشكله الإبداعي أنه يجذب الناس. فكانت بالنسبة لنا المعادلة أنه إن التلفزيونات أو أغلب المنصات مش معتادين إنه يكون في فريق عم بياخد هاي المواضيع وبيحولها لصورة متقنة ومصنوعة. فكان بالنسبة لنا عشان نحاول نغامر بمحاولة الدمج بين المحتوى البصري الجميل المتطور، المحتوى النصي المتطور أيضا من خلال
الدراسة والبحث والحوار، فكنا حابين أنه نخوض هاي التجربة بمكان حر حتى نقدر نجرب للآخر، والحمد لله هاي المغامرة يعني جابت أكلها والحمد لله كانت ناجحة جدا. طيب سؤال أخير أحمد، البلاك كوميدي أو الدراما الخفيفة في مسلسل يعني الموضوعات بتاعته موضوعات تقيلة، موضوعات مش سهلة، يعني موضوعات نفسية، موضوعات حساسة كمان، التنمر، الأم العزباء وغيرها، هل كنت شايف أن هي دي الطريقة الأمثل لمعالجة الموضوعات دي؟ هلأ إحنا في كل حلقة، كل حلقة غالب عليها لون أو غالب عليها الشكل، يعني مثلا في إحدى الحلقات اللي كنا عم نناقش فيها الاضطراب النفسي ما كان فيها هالقد بلاك كوميدي، كانت درامية بحتة، ولكن في حلقة تتحدث عن الإشاعة استخدمنا البلاك كوميدي أكثر. فدائما الحلقة بتفرض حالها وبتفرض إيقاعها، وهذا الشيء كان يعني إنه ما بقدرش أحكي لك إنه في شكل واحد طاغي، يعني مثلا اللي بيحضر حلقة من طبابة ما بيقدر يحذر باقي الحلقات أو بيقدر مثلا يتوقع، كل حلقة فيها مفاجأة أو فيها بناء خاص، خصوصا هذا اللي كان بده اياه المخرج احمد سمارة، انه كل حلقه تكون بالنسبه للمشاهد صدمه. فكتير ناس كانت عم تحضر الحلقات بعيدا عن مواضيعها، كان عم بيستنى شو التريك في هاي الحلقه او شو اللعبه اللي احنا حنعطيها، وخصوصا لانه احنا كمان هذا النص عملنا عليه في 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 كور كونسلتنت سنه كامله، واحنا عم نشتغل على النص حتى نوصل لهاي القوه. سليم نقل وانور المجالي واحمد ابو كوش واحمد سمارة، بالتأكيد كنا عم نشتغل على، كان واضح على اكيد على جوده العمل ونسبه المتابعه ليه. وبنتمنى لكم كل التوفيق في الخطوات المقبله لو هيكون في جزء تاني من المسلسل. بنشكرك جزيلا من عمان الفنان الاردني احمد سرور، شكرا لوجودك معنا.